متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. أخيرا وبعد طول انتظار، التقط مصورون في المربع نت أول صور واضحة لنيسان باترول الشكل الجديد فيس ليفت. الواجهة الأمامية أصبحت أكثر تطورا مع طابع قريب من هوية نيسان الجديدة. أما بالنسبة للخلفية فتم تحديث الأنوار في الخلف بشكل أفضل من السابق. المعلومات المتوفرة لدينا أنه سيتم تدشين السيارة بشكل رسمي في نهاية شهر سبتمبر القادم، وسنقوم بتزويدكم بالتفاصيل وتغطية التدشين والحفل والأسعار بإذن الله. ما رأيك في الشكل الجديد لباترول؟ شاركنا بالتعليق.